هو حضرتك بتشتغل عندنا؟ ايوه يا فندم. وبتشتغل ايه بقى؟ علاقات عامة. علاقات عامة؟ هايل. ومكتبك فين؟ فوق مكتب الحاجة فتحي. واسمك؟ ماجد فهمي خليل. ماجد. عارف انا مين يا ماجد؟ والله ما حصليش الشرف. انا مدام بدري. اهلا وسهلا مدام الحاج فتحي الريان. اهلا بيك يا فندم. خير؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ طب قول سلام عليكم. يا ست سلام عليكم. بقول لك ايه اللي جابك دلوقتي؟ خير؟ نسيت حاجه وجايه اجيبها. نسيتي حاجه؟ انت عارفه الساعه كام؟ عارف. تجيها 2:30. انت جايه منين؟ من البيت ولا منين بالظبط؟ كنت عند ماما. عند ماما؟ والسواق بتاعك معاكي؟ ها؟ روحته من بدري. وبعدين مالك كده زي اللي بتحقق معايا؟ طبعا لازم احقق معاكي. ما هو ده مش وقت تنزل فيه واحده ست الشارع، خصوصا جوزها مش موجود. وبعدين عايز اعرف ايه اللي انت نسيتيه وجايه تجيبيه ده؟ والله دي حاجه تخصني. لا طبعا وتخصنا. الله، انت ناسيه ان دي شركتنا ولا ايه؟ لا مش ناسيه، شكلك انت اللي ناسي ان مرات رئيس مجلس اداره الشركه دي واللي هو اخوك الكبير. وبعدين اطمن، انا مش جايه اجيب حاجه تخص الشركه، انا جايه اجيب ختم الالماظ عشان نسيته هنا الصبح. ماشي، اتفضلي هاتيه وهخلي واحد من الامن يوصلك لحد البيت عشان ما تبقيش لوحدك. ما تقلقش عليا يا دكتور احمد، اتفضل انت شوف رايح لمين فيهم النهارده وانا هتصرف. قصدك ايه برايح لمين فيهم النهارده؟ قصدي رايح لمين في مراتك الثلاثه. ماشي يا بدري، ليكي جوزي ترد علي. هشوف لك. طب والعمل؟ قولي طب والعمل؟ لا اله الا الله يا اخي، انا جايبك عشان تقولي اعمل ايه، تقوم تقولي طب والعمل؟ انا اقول لكم ايه العمل؟ دي حاجه بسيطه خالص. يا ريت يا ستي. طب وساكته ليه؟ نسمع كلام ربنا اولا، ما نظنش بيها ظن سوء، لانها فعلا ممكن تكون جايه من عند امها. وممكن ما تكونش جايه من عند امها. ممكن طبعا، وهو ده اللي عايزين نعرفه ونتاكد منه، وعشان كده لازم نعمل زي ما هي بتعمل. نعمل زي ما هي بتعمل؟ خلاص يبقى نروح نسهر ونخرج ونتاكر زيها. لا، نتجسس عليها زي ما هي بتتجسس علينا، نراقبها ولما نراقبها هنعرف ونتاكد. ايه ده اخس عليكي؟ انت كده بقيت زيها، شبهها خالص. من عشر الام، بس انا بقيت زيها في الخير مش في الشر، والعياذ بالله. انا بقول كده ونيتي ان ربنا يبصرنا، ولا نتهمش حد بالباطل ولا نظلموش. الله يفتح عليك يا سميحه. طب دي هنراقبها ازاي؟ انت فين يا حاجة؟ وانت مالك؟ لا انا مالي، دي تقوليها لي ان شاء الله لما يبقى جوزك هنا بالسلامة، تقوليها لي وانت جوه بيتك بتتكلمي مع اهلك في حاجة تخصك. انما من الواضح انك عايزة اللي يلمك يا بدرية. ليه يا حبيبي؟ شايفني مبعزقة؟ بتحترم نفسك؟ انا بحترم نفسي كويس قوي، ولولا اني بحترم نفسي ما كنتش جيت لحد هنا يا بدرية. بس انا كمان بحترم غبت اخويا المريض. اسمع بقى، انت مالكش حكم عليا. امال انت بس اللي ليك حكم علينا، ما تخليناش نجرس الدنيا. انت بس اللي من حقك تجرسينا وتفضحينا وتخلي سيرتنا على كل لسان. احمد، لاخر مره بقولك تلم فيها نفسك، احنا في الشارع. شارع؟ ده انا كنت فاكر نفسي استاذ شوارع. انما انت بسم الله ما شاء الله يا حاجه بدريه طلعتي بروفيسوره شوارع، والدليل اهو. انت حيوان. مش حيوان، انا احمد الريان. وقسما بالله لو ما ارتجعت يا بدرية عن اللي بتعمليه لا تكون نهايتك على ايدي. ما تعتبش ناحية الشركة تاني. ماشي يا حاج،
والتعليمات تبقى واضحة وصريحة، ما تدخلش يعني ما تدخلش، واللي هيسمح لها بالدخول ارمي بره. طب افرض دي حاجة عملت معاهم مشكلة ولا شتمت حد ولا ضربته؟ ما يستحملوها بقى يا سيادة اللواء. الله، المهم ما يدخلوهاش وما يكلموش حد فينا. اللي تشوفوه، أنا هبتدي أنفذ الكلام ده من النهاردة. من دلوقتي فورا لو سمحت. حالا يا أحمد. أمرك يا أحمد. إذنك يا أحمد. اتفضل. وبعدين يا أحمد، هنعمل إيه مع الحاج فتحي لما يجي؟ ده هتبقى مذبحة. تبقى زي ما تبقى. لما يجي فتحي هتصرف معاه. طب ما تصدر لأبوك يا سيدي. لا لا اله الا الله، انا مش عايز حد يتدخل في الموضوع ده غيري انا. لما يجي ان شاء الله هدخل له جوه في المطار واجيبه وهظبط معاه كل حاجه. متقلقش انا هتعامل. بدريه ازيك؟ هو الحاج احمد موجود؟ خير يا بدريه، مالك في ايه؟ انا كويسه. كويسه؟ لا انت مش كويسه خالص، ده انا عمري ما شفتك كده. هو الحاج احمد موجود يا سميحه ولا مش موجود؟ اه موجود. طب قولي له اني عاوزاه ضروري. في حاجه يا اختي؟ لا انا بس عاوزاه في حاجه في الشغل. حاضر هندهولك. خير يا مرات اخويا؟ لا اله الا الله، استغفر الله العظيم. ما تعمليش كده يا بدريه. حياتها عيالي ولا ما هو ربيهم؟ انا ما جالي نوم من ليلتها وحاسه انك معاك حق في كل اللي قلته وعملته فيا. طيب خلاص خلاص، حصل خير حصل خير حصل خير. الخير هو اللي انت عملته. الخير انك تاخد بالك مني وتتستر عليا وتحميني من نفسي ومن شيطاني. لا اله الا الله، لا اله الا الله. شيطانك هو الفلوس والشطحان، وشيطان الفلوس عامل زي النداهة، ما يفرقش كتير، يندهلك يسحبك وراه لحد ما تروحي مكان ما هو عاوز، وبعد كده تفوق تلاقي نفسك غرزة في الطين والوحلة. ما انت اللي سحبتني من الطين والوحلة دول عشان ما نتعكش معاك في الطين. اصره عايزة ايه؟ استر علي استر علي وما تفضحنيش. ولو انت فاكر ان انا مش خايفة على فتح جوزي، خاف انت على اخوك. فتح لو جه وهو فايق وعرف اللي حصل هتجيله نكسة يقع منها وما يقومش. بدرية ما تجننينيش، يعني انت عايزه تفهميني اني جايه لحد هنا علشان خايفه على شعور فتحي؟ وحياتها يالي ما جابني غير كده. ولما انت حاسسه كده عملت اللي بتعمليه ده ليه من الاول؟ بتخرجي من بيتك من اصله ليه؟ تلفي على كازينوات وكباريهات ونوادي وماشي على حل شعرك، كان ايه السبب؟ غباوتك انك فهمت انك ذكيه قوي، غباوتك فهمتك انك واخده مغفل من بيت مغفلين، ما تعرفيش انك وقعتي مع شويه صيح. يا نهار اسود هيبقى اسود فعلا لو ما ارتجعتيش عن اللي انت بتعمليه ده يا بدريه. ابوس ايدك ابوس ايدك. خلاص 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 خلاص، ابوس ايدك انا، كفايه اللي بتعمليه ده. قومي شوفي هتقعدي مع سميحه ولا هتعملي ايه. اذا كان على الصور محدش هيشوفها، على شرط واحد امرني يا اخويا، اللي عملتيه ما يتكررش تاني تحت اي ظرف والعمر هيحصل تاني ابدا.